واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. كما قال السيد الشهيد قدس سره الجنة: هناك رجال خلقوا لأجلي. نعم، نحن أولاد محمد، محمد صادق الصدق قدس سره الجنة، وجنود سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله. نرد بقوة وبعنف، ونستنكر على كل من تطاولت ألسنتهم وأفواههم العفنة بسوء على إمامنا ومولانا الحسين عليه السلام، وعلى سماحة السيد الشهيد قدس سره الجنة، اللذان هما رمزا للشهادة والفداء والتضحية، وكذلك كل الرموز الدينية. ولذلك نحذر ونقول لهم بأننا سنكون لهم بالمرصاد، وسنجعل البعيد قريب حتى لو كلفنا ذلك أنفسنا وأرواحنا، لأنها ترخص أمام آل البيت عليهم السلام وآل الصدر الكرام. وهذا عهد وميثاق علينا إلى يوم الدين. وآخرا نقول لكم بأننا سنزلزل الأرض تحت أقدامكم، كما قال سماحة القائد السيد مقتدى أدامه الله، والله ولي التوفيق. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. واصل متظاهرو ثورة تشرين حراكهم السلمي على الرغم من قمع القوات الحكومية وميليشياتها، ففي الناصرية صعد متظاهرو المدينة من حراكهم بعد تعرض محام وناشط في التظاهرات لمحاولة اغتيال، حيث أغلقوا عددا من الجسور والطرق الرئيسية في المدينة. يأتي ذلك بينما جدد المتظاهرون في بغداد وكربلاء والنجف ومناطق أخرى رفضهم للحكومة المقبلة التي يرأسها مرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي، فيما يواصل ثوار تشرين تحضيراتهم لتنظيم تظاهرة نسوية حاشدة يوم غد الخميس، بناء على دعوة وجهتها اللجنة المنظمة للتظاهرات. بينما تواصل القوى السياسية تمسكها بما تسميه استحقاقاتها في الكابينة الحكومية الجديدة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، وفي الوقت الذي تدافع فيه كتل سياسية مختلفة عن مواقفها، مذكرة بأن رئيس الوزراء المكلف جاء بصيغة تحاصصية من قبل تحالفي سائرون والفتح، تبرز مواقف مقابلة من كتل أخرى تهدد بعدم التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي في حال كان وزراؤها من مرشحي الكتل السياسية. طبعا وجاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد بأنه وللأسبوع الثاني على التوالي يتزايد الحديث داخل العراق عامة وفي الأوساط السياسية على وجه الخصوص، فضلا عن الميليشيات المسلحة ضمن الحشد الشعبي، عن دور القيادي في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني، سواء على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة وحل الخلافات بين القوى السياسية أو على مستوى الفصائل المسلحة، ويتزامن ذلك مع ما نشر من قبل وكالة رويترز أمس الثلاثاء. وكالة رويترز أصدرت تقرير قالت فيه بأن الحزب يتولى توجيه الجماعات أو الميليشيات في العراق بعد مقتل قاسم سليماني، وركزت على دور كوثراني بما في ذلك نقلها عن مصدرين عراقيين قولهما بأن الأخير وبخ الجماعات المسلحة مثل ما فعل قاسم سليماني في أحد اجتماعاته الأخيرة مع هذه الميليشيات لتقاعسها، كما نقلت عن التوصل لخطة موحدة لاحتواء الاحتجاجات
الشعبية ضد حكومة بغداد والقوات شبه العسكرية التي تهيمن عليها. في سياق هذا التقرير جاء فيه بأن أحد المقربين من زعيم منظمة بدر هاد العامري تحفظ على ذكر اسمه كما نقل الصحيفة العربية الجديد، قال بأن كوثراني متواجد في بغداد منذ اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية لقاسم سليماني في 3 يناير كانون الثاني الماضي أكثر من تواجده في العاصمة اللبنانية بيروت. معنا اتصال حسين من النجف. أبو حسين من النجف، تفضل أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وقناتك. حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. قناة الشجاعة، قناة الحق إن شاء الله. الله يسلمك. والله حقيقة موضوعنا اليوم طبعا معروف، يعني هي قضيتين. الأولى أنه محمد الكوثراني هذا شنو دخل بالعراق وإحنا شنا دخل به؟ يعني أنتو مشاكلكم يا إيران أو يا لبنان قمت تجيبوها بداخل العراق، قمت تأسسون أحزاب بداخل العراق للهيمنة على العراق، لو تريدون تحولون العراق إلى ساحة حرب أنتوا أمريكا. العراق مو ساحة حرب، اللي عدى معركة ويا أمريكا حسن نصر الله. أنت إسرائيل بصفك، روح اضرب إسرائيل، مو صاحب أحزاب وعدك كتلة وهيمنة وخلت مصد قاسم سليماني من بعد وفاته صارت السلطه بيدك والاوامر بيدك. ايش عندك في العراق؟ اخذ الاحزاب الموجوده بالعراق، كل اللي خانوا هذا الوطن احنا ما نتشرف بيهم، من كافه الاحزاب ومن كافه الاطياف. العراق ما يتشرف بالخونه، كل واحد بكل حزب، اريد الكل يسمعني، كل واحد خان العراق هذا ما عنده غيره وما عنده وطنيه ولا يسولف بالمبادئ والاخلاق. كافة الأحزاب كلام موجه للجميع. اليوم طلع جماعة ينادون سماحة سيد مقتدى وخط أحمر واللي يجيب طار سيد مقتدى وإحنا نكتلة. أنت شكون بمعيقكم تطيقكم توقفون على الباطل ضد الحق؟ مو الله حق، مو الله أكبر كبير، ترى لا سيد مقتدى ولا غيره. عمي أنقوا كلمة الحق، عمي الله مطيقكم أقول فكروا بيها. أي من حطك عقل من أنت خدنك تمشي ورا واحد بدون عقل؟ يعني أنت صاحبك هسه مع احترامات الموجودين سيد مقتدى أصبقت عليهم علامات المنافق، علامات المنافق ثلاثة، وأنت كل زينك أرفوا تحتم بيها. إذا تحدث كذب وإذا تمن خان وإذا وعد أخذ، شو ذا اللي كابت أن أصبق لصاحبكم؟ ليش تخلونا نحشي؟ عم خلي الله بين عيونكم يا تكلون والسلبون، صار لكم أكثر من 13 سنة ناس طلعت الداعي بحقها تختالوه وتكتلوه وتهددوه وبدم بارد. يعني أنت مو عراقي، ما عندك وطنية، ما عندك غير عراقية، بس تردفتهم إيران اشتركتكم غرتكم ومرتيتكم. والله باكر من تموت وتوجع امام الله، ترى المظلوم والشهيد ياخذ حقه من عيونك، ما يفيدك لا سيد مقتدى ولا غيره. انطق الحق حبيبي، علي بن ابي طالب يقول عليه السلام قل الحق ولو كان على هلاكك، وان كان على هلاكك. حبيبي انت منين خايف؟ ترى هي اللي الله زرعها والله انطانا هاي الروح، هو ياخذها ما ياخذها غيره. يا اخي حسوا، مدمرت العراق، مدمرت الشعب. كافي سيد مقتدى من تطلع تخطب خطبة وتقول أحرق العراق على رأس محمد توفيق علاوي، يعني ليش ما خطبت هاي الخطبة؟ وصار 4 أشهر عالم جاي تموت، وكان أملها بالله وبيك كبير. شو ما في يوم قلت إيران، قلت تنتهي الطرف الثالث، هاي مو خيانة للوطن، هاي مو مؤامرة على الوطن. ليش ما تقولون أمر إيران؟ ليش تقولون الطرف الثالث؟ ليش ما تعترفون؟ يا أخي منين خايفين؟ بس اردفتي واحد من يعني يخاف؟ يا اخي ما خاف غير بس من الله. خي صلتك مع الله، خلي صلتكم مع الله. عمي حسوا على نفسكم ورايكم قاعد تسوون انتو، مدمرتي العراق دمار، ولكم وين تتصون بعد؟ ليه تجدون تسلمون العراق؟ الايران فهمونا، يقولوا له مو العراق انباع 1 2 3 حتى الشعب يعرف مصيره. انتو ليش يومياتكم وجه؟ ساعه ويانا، ساعه ضدنا، ساعه للمظاهرات، صعد ضد المظاهرات، ساعة طلعوا لي القتلة والفاسدين، ساعة صفوا ليهم والأحزاب الفاسدة. خل نفتهم، أنتوا ما عدتم طريق لحد الآن. أنتوا لو يا إيران، لو يا الشعب العراقي، لو تقولون غيرتنا
وطنية إيرانية تحولت لغرض مصالح دنيوية. نعم. كافه لو تقولون لا والله احنا عراقيين وطبق غيرتنا هاي خواتكم هاي نسوانكم تحشون عليها ليش؟ ولكم والله العظيم خبرتونا كل ما افكر اشوفكم انتوا على غلط بيناتنا الله ورسوله يا الاحزاب انتوا باطل في باطل في باطل والله على ما اقول شهيد. نعم. وعاتم علي طالب السلام عليكم. أنا أشكرك أبو حسين من النجف كان معنا. معنا اتصال أبو حسين من بلجيكا. تفضل أبو حسين. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. ما صحت هاي الرواية بأنه الفلسطينيين راح يسكنوهم بالأنبار والبرلمانيين السنة ما يقبلون الأمريكان يطلعون من العراق؟ أيهما أكثر خونة، البرلمانيين السنة ولا الشيعة الحرامية؟ أنا أريد فقط الإنصاف منكم من المشاهدين. الله يحب الإنصاف وكأهل السنة والجماعة وشكرا. يا أبو حسين أول أنت بعدك وياي؟ يعني شو تريد إجابة من تريد إجابة من عندي؟ أجيب من كل المشاهدين. يعني تقصد البرلمان أول. تقصد البرلمان اللي ب 18% وبالتزوير وبعدين رفعوها النسبة من 18 إلى 45 أنت تسمي ذولا يمثلون الشعب؟ بكل أطيافهم؟ لا 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 بس اسمعني، هل هؤلاء يمثلون الشعب إن كانت أحزاب شيعية ولا سنية ولا كردية؟ يمثلون العراق العراقيين يمثلوهم؟ طبعا يمثلون الشعب. الأحزاب الشيعية تمثل الشعب هسه غصبا عليهم تمثل الشعب. زين ليش طلعوا العد عليهم العراقيين؟ صار لهم 5 أشهر. لأنه الشيعة حرامية. لا 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 والسنة خونة حرامية يا أستاذ عمر. اسمع بس على كذي. تقصد إيش تقصد أنت البرلمانيين؟ البرلمانيين اللي يحكمون هذول 99% من الشيعة حرامية. هذا الله يحب الإنصاف. والسنة اللي ما يقبلون الأمريكان يطلعون هم خونة. هسا زين السنة جابوا الأمريكان؟ اللي جابوا الأمريكان دخلوا هاي دخلوا من الأردن الشريف حسين اسمه الشريف حسين. الألفين وثلاث. الـ2003 تقصد بـ2003 منو طبل لهم ومنو راح حط الورود على 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 قبور القتلى الامريكان ومنو شكرهم اللي طبل لهم واني واحد من عندهم هو الشيعة لانه السنة ظلموا الشيعة الاحزاب شوف نعم. لا ابو حسين نعم. انت عايش نعم ببلجيكا وعندك نفس طائفي طائفي انت 35 سنه تقتلون بالشيعة نقول نفس طائفي منو قتل انا قتلت مثلا يا رجل السنة قتلوا اكثر علماء الشيعة قتلوهم السنة بزمن صدام منو كان يقتل بعلماء النجف شوف يعني انت يمكن نعم. عبالك انا محامي للنظام السابق قاعد هنا أنا. لا انت ترفع الاعلام مالته وتقولون شهيد يا اعلام تقولون شهيد يا اعلام وتقولون شهيد يا رجل هاي مال الانبار هاي انا شو متابعيني بالتلفزيون وين انت بالانبار وين الانبار طلعت تظاهرات ياهو مو رفعوا اعلام صدام والشهيد البطل والقرضاوي يقول كان كليف كان كليف مسكين انت ابو حسين ابو حسين انا مسكين ابو حسين صار لك كم سنه انت ببلجيكا صار لي كم سنة ده أسألك أنا من يوم اللي من يوم اللي أيدوا السنة صدام هسا بس اسمح لي أنت صار لك كم سنة ببلجيكا بس ده أسألك أنا صار لي ما يقارب حوالي 10 سنوات ما تعلمت المدنية وما تعلمت الديمقراطية هناك أنا أشكرك الظلم أنا أشكرك الإنسان اللي عنده نفس طائفي وما تغير خلال 17 سنة وما عرف اللعبة لغاية الآن ويتهم الآخرين بأنهم خونة ويتهم الآخرين بأنهم حرامية طبعا هو دا يقول إنه اللي في البرلمان هو طبعا بدأ يقصد دا يأسس على أساس مذهبي في العراق بس من باب إنه حتى ما يبين للمتصل إنه مو طائفي أو ما عنده نفس طائفي ويتهم الناس بأنه تؤيد النظام السابق صار له 17 سنة راح وما تصدام حسين يعني انت عبالك يعني شنو مثلا يطلعون من القبر يقعدوا على الكرسي راح بيك خير انت اليوم صار لك 17 سنة اكو دول بدت وياك هسه وصلت الى مصاف الدول المتقدمة واحنا بعدنا بهذا هاي العقلية وبعدنا بهذا النفس الطائفي فعيب واستحوا وكافي عاد استحوا عيب عليكم لهنا وبس نعم معنا اتصال ابو زهراء من العمارة تفضل ابو زهراء السلام عليكم استاذ عمر وعليكم السلام ورحمه الله شلونك يا عزيزنا يا اهلا بيك حياك الله
الو استاذ عمر. اسمعك عيني ابو زهراء، تفضل. يا اخوي والله العظيم حاله تدوخ عند الناس. نعم. هسه هذا مو يم الموضوع، هذا يسولف مو يم الموضوع، احنا اليوم موضوعنا موضوع وطن، موضوع متظاهرين. نعم. موضوع شهداء وجرحى، موضوع تغيير نظام، هو هذا موضوعنا. هذا يجينا الى زمن يريد يردنا الى ردود، احنا اليوم واحد يا ناس واحد. ارجو من المتصلين، من المتصلين ان اذا واحد عنده من هاي النوعيه من هذا النفس يسولف لو حدا. يا معود احنا اليوم واحد من الشرق الى الغرب. أحسنت. العراق واحد. احسنت. هذا عندنا، هذا جانب. الجانب الثاني، الحكومة تعبت الناس، تعبتنا، تعبت المتظاهرين، تعبت الشعب. المفروض ما يعرفون بالعربي يحكون، يمكن مو عرب هم استاذ عمر. نعم. هذول مو عرب. خاف يردون واحد يحكيهم بالفارسية. حتى نسولف وياهم بالفارسي، احنا نقلهم ما نريدكم. ما نريدكم، الشعب يصيح كله. ما نريدكم، خلص رحلوا، رحلوا، روحوا. منين جيتوا؟ روحوا. اللي اكلتوه عليكم بالعافية، واللي سرقتوه الله وياكم، اخذوه وامشوا. خلوا هاي الناس ترتاح. هاي الموجة مال البرد هسه اللي يطق بروس الشباب. الله أكبر. والله جريمة يا أخي، أستاذ عمر جريمة صدقني. نعم. يطلبون الناس، هم يطلبون العراق، هذا العراق مو مال أبو واحد. الله سبحانه وتعالى بسط هاي الارض لاهل العراق يعيشون بيها، مو طاهم النفط مال ابهاتهم، النفط مال الكل. الرزق الموجود بالعراق رزق الكل، رزق الجميع. ناس حراميه، ناس مشاله ما يتيهون حرمنتهم. يعني احنا والله والله نفس طويل. انا اشكر المتظاهرين، اشكر الشعب، احطه على راسي، عنده نفس طويل وعنده تسمع بطن واسعة وباقي لهذا الحد. نعم. ترى الثورات اللي صارت بالعراق استاذ عمر، انت مثقف ورجل اعلامي، اللي صارت الثورات ما طاولت بهذا المدى. نعم. ما طاول، ترى بس هاي الثورة طاولت شوية. نعم. واحنا نشكرهم على صبرهم، ونشكرهم تسمعنا اخويا على امتدادهم، ونشكرهم على الوضع اللي بهم. أدري هاي الحكومة ما عندها وعي، ما عندها عقل، ما عندها فكر نهائياً. لو لا يفكرون بالشعب وهم أهلاً للشعب كان ما صار هذا الحكي. لكن الناس ما يفهمون العربية، المفروض يحكي لهم باللغة الفارسية. نعم. يعني اليوم أبو زهراء، اليوم الحديث أبو زهراء، اليوم الحديث يقول لك محمد كوثراني. نعم. مبعوث حزب الله اللبناني للعراق يوبخ. نعم. بالسياسيين وبقادة الميليشيات، يقول لهم انتم شلون. نعم. ما فضيتوا هذه التظاهرات، يوبخ بهم. نعم نعم نعم. انا اقول لك ليش، لانه هو راح محمد جابوه حميد. نعم استاذ عمر، هم راح محمد جابوه حميد، نفس الشيء يا اخوي، جابوا هذا حتى يثقف السياسيين الموجودين عندنا بقمع المتظاهرين. هو خير وجاي للعراق شاظل ببلده، يعني ما عنده شغل، ما عنده امور سياسيه في بلده، ما عنده حظ، ما عنده مشاغل، هو جاينا شو يسوي؟ احنا عايزين مثل الغير. نعم. هو جابوا هذا الامر، هو راح حمود جابوا حميد في مال الله، راح ذاك الظلمه تسمعنا اخوات كانوا معتمدين عليه اللي هو سليماني. نعم. جابوا هذا المكان اليوم حتى يدير امورهم ويحسهم ويشوف شغل الدولة مالته شو تريد. نعم. أنا أشكرك أبو زهراء من العمارة، كان معنا اتصال أبو محمد من بغداد. تفضل أبو محمد. أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تحية للمظاهرات، تحية للمظاهرات، وتحية لكل وطني عراقي. ونعمة الله على كل من يحب الأمريكان وجابهم على العراق، ونعمة الله على كل من يحب إيران وجابهم على العراق، نعمة الله على كل من ما يحب العراق اللي تربى به، هذا العراق اللي ربى به وعاش به، نعمة الله عليه إلى يوم القيامة. هو هذا العراق مثل العرب، العراق مثل العرب ومثل الدين،
يقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام من دافع عن ارضه وعرضه وماله فهو شهيد. نعم. وكل من ما يحب العراق نعمة الله عليه الى يوم القيامه، اذا كان لابس عمامه واذا كان افندي. استاذ عمر. نعم. استاذ عمر الله يخليك، هذا برنامجك الطائفيه انتهت بالعراق. نعم. واللي نهى الطائفيه نهوا هذول الشباب الاطفال ذول اللي ضحوا ذول 800 شهيد. انا يعني ارجو منه اذا الله سهل والله كفانا شر الاحزاب وشر العملاء والخونه هذول اللي سقطوا بهاي الثوره اريد اسوي لهم تماثيل باذن الله تعالى. كل من هو اسمه واسم عشيرته يسوي لهم دور رمز تاريخ يذكرهم الى يوم القيامه ان شاء الله. وكل من يحكي بالطائفيه لا تعطي مجال ارجوك رجاء. لا ما نطي احنا شفت ما نطي مجال ارجوك رجاء الله يخليك. كل من يتكلم بالطائفيه سد التليفون بوجه كائن من يكون اذا سني واذا شيعي واذا كردي ماكو طائفيه بالعراق ابد ما نقبل. وانت شفت احنا عليه صوت الفاتحه في ساحه التعبير. شفت احنا شلون ردينا. نعم اي والله تردوا ما تسمع علي يحكي ما فينا نسمع صوته خلاص الله يخليك. هاي القناه كلها توحدت عليه سنة وشيعة وشكو وطني يحب هاي القناة. فأي واحد عميل خائن بالأحزاب يعطونا فلوس حتى يتكلم حتى يسوي طائفية من جديد لا تسمع على سد التلفون بوجهه وما يريد يسمع صوت طائفي خلاص. نعم. أرجون عندك رجاء ما نسمع كلامك خلاص رحمة الوالدين. والديك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا أشكرك أبو محمد بغداد كان معنا. أبو محمد من لندن تفضل. أبو محمد أبو محمد أبو عبد الله من لندن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أنا أخي عمر أنا أحيي أخ أبو زهراء اللي يتكلم من العمارة اللي قال لا تسمع أحد يتكلم عن طائفية، لكن إحنا كمواطن عراقي لازم نرد على شبهات الأخ أبو حسين من بلجيكا. يعني أنا كنت في الثمانينات في جامعة بغداد ورأينا في حرب العراقية الإيرانية وحزب البعث. أنا كنت يعني أرفض حزب البعث كسني. كان يعني 80 هم يقرون الإخوة الشيعة يقرون 80% من البعثيين كانوا شيعة. وحتى مصربي النظام السابق حسين نعمة وهياس خضر كلهم كانوا يغنون صدام حسين كلهم شيعة. الجنوب يعني مدينة الصدر مدينة الثورة كانوا كلهم شيعة. فهذه حقيقة وواقع. فتحدث قال ان الشيعه حراميه والسنه خونه يعني هذا التعميم ابو عبد الله ماشي. نعم. التعميم هذا التعميم ان كان في السابق احنا ولد اليوم تمام ما نعم. جايين في حلقه حتى احنا والله دنأرخ بيها الصار من العام 1970 مثلا او 68 الى 2003 اوكي. نعم احنا نعم. اليوم ولد احنا ولد اليوم تمام. نعم والله نعم. ذولا كان ذولا كذا وذولا غنوا كذا هذا النظام وراح ونعرف شنو اللي سياقات النظام السابق راح النظام. احنا ولد اليوم صرنا في حاله من العام 2003 ولغايه الان وهذا حالنا والحال نعم. من سيء الى أسوأ والاحزاب جلبت لنا المحاصصه والطائفيه والقتل والاختطاف كل هاي اللي كنا ما نعرفها فاحنا نعم. ولد اليوم فنتكلم أمور اليوم. تفضل أبو عبد الله. لكن شكرا جزيلا أخي عمر. لكن إحنا نأخذ دروس وعبر من الماضي. لكن إحنا لازم نتكلم حقائق وواقع. الله عز وجل عندما يقول كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن نريد دليل وواقع مثل ما قلت. يعني نعم. من 2003 يعني رأينا أحمد شلبي. أحمد شلبي الآن هو راح هو جزاء عند الله أليس شيعي؟ يعني مدير الاستخبارات الأمريكية قال أحمد شلبي الذي كان يعني هل يمثل هل يمثل اليوم السياسي اللي إجا مع المحتل ها أو اليوم نعم. في البرلمان هل يمثل المذهب مالته كله؟ هل هو ممثل للمذهب؟ الجواب أكيد لا. أكيد أخي عمر هو نعم. مثل ما أقول لازم نتحدث حقائق وواقع. من 2003 مالكي يعني كان يقول نحن أخذنا شوف مثل أبو حسين الآن من بلجيكا الذي يقول السنة كان يظلمون الشيعة مالكي وإحنا شوف أبو عبد الله خليها ببالك نعم. يعني نعم. مثل هذا المتصل أو غيره يريد يحرفنا نعم. عن الموضوع الأساسي ويريد يدخلنا في جدالات عقيمة خليها ببالك نعم. ترى
وذولا معروفين ومدفوعين، فلو نوقع هذا الفخ لازم انا صدقت يا عمر، لكن احنا موضوعنا الاساسي انا وياك، لكن انا لازم نتحدث لشعبنا العراقي لاهلنا في الجنوب في كربلاء والنجف وبغداد. احنا بدنا نشوف اليوم الجنوب صار له 5 اشهر وبغداد طالعين ويرفضون تدخلات ايران وكشفوا كل هاي الاحزاب. تمام. والوعي ما شاء الله ده شوف عند الشباب يعني يرفع الراس وتفخر به. احنا اليوم مثلا موضوعنا بالحلقه تحدثنا انه محمد كثراني مبعوث حزب الله اللبناني انه اليوم ده يتحكم بالملف وده يفرض اراءه ويفرض سياسات ايران في العراق، بل وصل به الحال الى انه وبخ سياسيين كما نقل تقرير لوكاله رويترز، وبخ سياسيين وزعماء لميليشيات. فاعطينا رايك بهذا الموضوع. نعم اخي عمر، انا كنت اريد اوضح بعض الحقائق والنقاط. يعني الان مثل ما قلنا مالكي عندما يتحدث بنفس طائفي يقول نحن الشيعة يعني اخذنا الحكم وما ننطيها. طيب نعم. ماذا قدم مالكي للشيعة؟ همام حمودي يقول يعني للشعب العراقي للشيعة يقول الحرية الذي انتم فيها يحسدكم كثير من دول الجوار. فايش الحرية؟ كلها لطميات وقيمة وهريسة. فمالكي قصد عندما يذهب الى الكونغرس امام في واشنطن يخطب امام الامريكان يقول لهم نشكركم على التحرير ويطلب بقاء الامريكان في العراق. هل ماذا اليس هذا خائن؟ مو وهذا دليل على انهم جاؤوا ليس لخدمه لا بلد ولا مذهب، بل جاؤوا لخدمه مصالحهم الشخصيه وحبيبتهم ايران. انا اشكرك ابو عبد الله من لندن كان معنا. اركان من كركوك، تفضل اركان. السلام عليكم استاذ. وعليكم عمار. السلام ورحمه الله، يا اهلا بك استاذ عمار. احنا بالنسبه للحكومه حكومه ما عندنا حكومه بالعراق، ماكو اكو ميليشيات، اكو حكومه مسلطه على ارقام الشعب فقط، بينما حكومه ماكو. احنا حاكمتنا ايران، امريكا، اسرائيل، والحكومة اللي موجودة استخدام مسلطة على رقاب الشعب فقط. نعم. يعني قتل، دمار، بنى تحتية دمرت بالكامل. شنها صار من 17 سنة؟ شنها تغير غير الدم؟ والبنى التحتية تدمرت والكهرباء ما صارت. الشباب هذه ليش طالع بهذا البرد؟ نعم. نعم أركان، كل شيء بأكراد وتركمان ومسيح وشبك وسنة وشيعة، والكل منقسمة، الكل منقسمة. يعني إذا عشائر بيناتها الحكومة لا تقدر تفكهم. مسلطين قتل على الشعب فقط، بس الدمار هذا البلد فقط، لأن هذا البلد هو أساس العرب. نعم. لو تنصر التلفزيون أركان، يعني أنت الوقت دا يروح من عندك حتى تسمع صوتك، نصر التلفزيون للأخير. ماشي استاذ. تفضل. منذ 17 عام راتب الجندي 1.5 مليون، يقف على الشارع يأخذ 5000 من المواطن، يأخذ 5000 دينار من المواطن بالشارع بالسيطرة، بل بأي مكان تجاري ما تطلع الا تحط 5 صندوق الطماطم تحط عليه 1000 دينار حتى تشيله من العلوه مالته المخضر. يعني ليش ما من اللي يحاسبه؟ ما قاعد يحاسبه. ليش ما حد يحاسبه؟ لان حكومه ماكو. نعم. اركان من كركوك، اني اشكرك. اركان من كركوك كان معنا. ايمن من بغداد، ايمن تسمعني؟ ايمن يبدو اننا ايمن تسمعني؟ أشبعك. مرحبا أبو. تفضل. تحية لك وإلى قناتك الشريفة المباركة. حياك الله يا أهلا بك. أخي عمر، إحنا بالنسبة لنا هاي تعتبر المظاهرات اللي صارت. نعم. من 25 لحد الآن فيها إنجاز عظيم، هو القضاء على الطائفية الموجودة كانت في البلد. واحنا نجيب هذا المتكلم من بلجيكا الذي يحمل لحد الان النفس الطائفي، ومثل ما تفضلت انت هو انسان مذبوح،
والحمد لله لحد الان احنا الطائفيه قضينا عليها وماكو فرق بين سته وشيعه. واني اشكر قناه الرافدين واشكر كل الجهود اللي تبذلوها. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله امام من بغداد. ابو محمود من الرمادي، تفضل ابو محمود. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون استاذ عمر؟ حياك الله يا اهلا بك. شلون اخويا؟ شلون الصحه؟ يا اهلا بك، الله يسلمك ويخليك. ابو استاذ عمر، احنا بالله على هذا اللي طلع ابو حسين اللي يقول احنا بدور صدام ويحكي على صدام، واحنا ما نريد طائفي، احنا ما لنا شغل، اللي راح راح، احنا نريد هسه. وانا اللي جاي احكي وياك من ضمن المعتقلين مال الرزازه، صدام ما كان يسوي شيء انا قبل، احنا ما ندور طائفيه. ابو نعم. هذا ما جابوا على التليفون نهائيا، احنا اللي ترجاك استاذ عمر نشكر قناتكم الشريفه، هذا ما تسمع الصوت ماله على التليفون نهائيا. نعم. ابو محمود انت اعتقلك بالرزازه بال 2014 و15؟ نعم، انا مقابلك جاي احكي لك عن احنا بنفهم من واحد، قلت لك 193 واحد احنا لحد الان ما ندري ولادنا وين. هو يدور طائفيه يقول صدام حسين ويقول هيك انا. نعم. شوف احنا صدام حسين راح طائف ومطافي راح، بس احنا ما نريد طائفيه، احنا شيعه وسنه قوات، وهذا البلد ما نبيعه، واني امي شيعيه. والنعم منكم. انا امي شيعيه، لمكانك امي شيعيه. وامي شيعيه من السماوه. نعم. انا اللي بكلمك، وانا مواليد 52. انا اللي بكلمك هسه انا. نعم. وهسه انا هذا يجي يطلع يقول والله الولد هاي طائفيه، هو من لازم 10 سنين وقاعد ما يجي يقعد هنا ويانا. نعم. واحنا نشكرك استاذ عمر، جزاك الله بالخير وغفر الله عليك. وانا من جماعه المعتقلين 193 واحد، احنا من فهد واحد. انت اعتقلوك ابو محمود وطلعت له شلون؟ ابو محمود. نعم، أنا أشكرك أبو محمود من الرمادي، كان معنا متواصلون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. عليكم شباب، اليوم مظاهرات القرن على برودة الجو وصمود المتظاهرين الثوار في غضاء القرن. اليوم 11 من شهر الثاني 2020، الجو بارد جدا والمتظاهرين لا يهمهم برد، لا يهمهم هذا، يعني من جميع الاتجاهات هما قاعدين، لا يهمهم بريد، لا يهمهم هذا المجاهد، هذا I'm gonna go.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال محمد من ديالى. تفضل محمد. محمد تسمعني؟ يبدو اننا فقدنا اتصال مع محمد من ديالى. عماد فيصل من امريكا يقول تحيه لقناه الرافدين قناه الشعب، يقول الرحمه لشهداء ثوره تشرين والخزي والعار على كل الاحزاب والميليشيات المجرمه. معنا اتصال، ما سمعت الاسم. فاطمه من كربلاء. ام فاطمه من كربلاء، تفضلي ام فاطمه. ام فاطمه تسمعيني؟ ام فاطمه، ام فاطمه فقدنا اتصال مع ام فاطمه. ابو محمد من ديالى، تفضل ابو محمد. محمد تفضل. محمد، محمد بن ديالة، تفضل عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحلوة الجميلة الرائعة، والله أنا أحسن قناة شفناها على فضائيات. الله يسلمك. اليوم اللي بالعراق أنت تعرف الوضعية، هي مو مصر ولا ماشي. عمي إحنا نريد وطن، إحنا ما نريد إيران ولا نريد أمريكا. 99% بالحكومة العراقية، أنت تروحون تأخذون واحد تجيبون علاوي مدري منه مدري منه. إحنا نريد واحد من ضمن المطلوبة الساحة العراقية. أنتم من تجيبون هاي السوالف؟ إحنا ما نريد إيران، إحنا نريد العراق، إحنا بلدنا، إحنا ما عندنا فرق لا سنة ولا شيء. أو أصلاً عيب واحد يحسب هاي السوالف التعبانة. إحنا من نقول نريد وطن، النوب هذا بحسين يخابر من بلجيكية، النوب يقول 17. عمو مو عيب عليك، اقول له اريد وطني يقول لي سنه شيعه، اقول له اريد وطني يقول لي امريكا. انتوا ايش قاعد تسولفون؟ ايش قاعد هذا؟ نعم. نعم محمد. نعم اخ محمد، بعدك ويانا؟ محمد من ديالى كان معنا، شكرا لك. رساله، السلام عليكم. زهراء من العمارة تقول تحياتي لكم جميعا في القناة. تقول مقتدى مخرب الثورات لقد سقط القناع. نعم. طبعا التقرير لفت إلى أن إيران تحاول تجميع أفراد الطاقم الذي كان يحيط بزعيم فيلق القدس السابق قاسم سليماني ليقوموا بإدارة ما كان يضطلع به من مهام في العراق. طبعا هناك أسماء إيرانية جاء في التقرير تعمل في العراق، تحديدا فيما يتعلق بملف فصائل الحشد وتذويب الخلافات كما جاء في التقرير الجانبية بينهما، وهي بالعادة خلافات تنافس نفوذ وليست خلافات فكرية أو عملية. جاء في التقرير من بين هؤلاء أو من بين هؤلاء المسؤول في السفارة الإيرانية في بغداد علي أكبر محمدي وعلي رضا زادة، الذي يوصف بأنه ضابط مهمات خارجية في فيلق القدس الإيراني، فيما كانت لافتة عودة حسن قمي السفير السابق لإيران في العراق إلى الواجهة، وهو ما يمكن رصده من أحاديث قوى سياسية في العراق. بحسب المصدر فإن كوثراني موجود بتكليف من إيران ويستمد نفوذها من الولي الفقيه. أم عبد الله من صلاح الدين، تفضل أم عبد الله. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. أخي يعني بديت بخصوص هذا أبو حسين من بلجيكا. أخي إحنا أني من صلاح الدين، والله العظيم إحنا نظل نحب صدام حسين لما نموت، بس إحنا ما جبنا امريكا على ظهر قال على على ظهر الدبابه، ولا احنا وعمايمنا مشينا وياهم. هاي وحده. اثنين، احنا لو احنا ان الظاهر هسه راسه ينسبون داعش لنا. نعم. فهم هسه هو من يحكي ويقول المظاهرين، يعني يحكي علينا احنا السنة. يقول انتوا جبتوا امريكا، ليش مو انتوا جبتوهم باسم التحالف الدولي وطبقتوهم، واللي قاراتهم كانت تضربكم انتو والحشد مالكم. نعم.
يا اخي يا ابو حسين، انت طائفي مبين عليك، بس والله نحب صدام حسين، وصدام حسين قطع لنا النفط، واحنا احنا سنه والله، وما كل شيء ما سوانا، لا بلطنا ولا يعني جرنا مثل ما يقول اساله مال مي، ولا نسب لنا رواتب. بس ليش احنا السنه كنا نحبه؟ لان عيشنا بامان خلال 32 سنه. واعرف نفسك من تحت. وشكرا. ام عبد الله من صلاح الدين كانت معنا. ام فاطمه من كربلاء. تفضلي ام فاطمه. الو. نعم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بيك. يا هلا بيك، الله يسلمك ويخليك. استاذ عمر، انا من كربلاء. حياك الله، يا هلا بيك. حيا الله الكربلاء. استاذ، هاي الجراثيم اللي طبت لنا، هالميكروبات هاي، يعني انت تقول له لا تغلطين، بس الحرقه بالقلب. تدري ايش قاعد يصير بينا؟ احنا محتلين الدول، طابت لنا لبنان، طابت لنا ايران، طابت لنا هالجراثيم، يعني ما ادري منين اجونا. استاذ، تدري ايش قاعد يصير بولدنا بكربلاء؟ هذول العصابات اللازمين اللي الصوندات والعس والمدري شنو يقتلوهم يوميا ساعه بالاربع العصر، ينتظروهم بالشوارع، والله حالهم حال الضيم، ياخذون التكاتك يحجزوها، يلا والله عايشين بوضع يعني كفر. وماكو حكومه، الحكومه كلها بيد الحلبوسي، هو قاعد على البرلمان يؤمر وينهي ويسوي ويجيب ويودي. استاذ عمر، احنا عايشين بمأساة، احنا عايشين بسقم، احنا بنموت، احنا يعني صدق عراق محتل من عصابات، ما ادري منين لفت لنا، والله ينتقم من عندهم ومن جاهم جميعا والله العظيم. حتى العتبات بدها تطلع تقتل ولدنا، خليهم يكونوا باقين. يعني احنا استاذ عمر، احنا بمأساة، الله يساعد ولدنا على هاي الضيم، ما ادري منين جتنا هالشكولات. قصاك انت صدام حسين كان يخلي عزمي يطب العراق يوصل له، والله العظيم ما كان احد يطب من الايرانيين بالعراق، بس مع الاسف هالشكل صرنا من وراهن ما طبت لنا عادي للمالكي وما ادري منو. الله ينتقم من عندهم يا استاذ عمر، الله ينتقم من عندهم ولا يوفقهم ان شاء الله. وانا اشكر على الاطار، يعني اشكرك جزيلا. الله يسلمك، انا اشكرك. ام فاطمه من كربلاء. ابو سعد من الرمادي، تفضل ابو سعد. استاذ عمر، اهلا وسهلا بك. استاذ، عندنا مال معتقلين رزاز وسكتوا عنهم، ما حد جاب طاريهم فردنو. نعم. اي والله، وهاي اريدها من شواربكم. داعونا بيهم نشوفهم ميتين حيين، شنو سالفتهم؟ نعم. واحنا هاي مال برقابكم شواربكم داعونا بيهم. والله يا ابو سعد، والله يا ابو سعد ما ناسيهم، لا هم ولا اهل الصقلاويه وغيرهم من صلاح الدين كمان هناك من المغيبين. بس مع الاسف يعني انت تتكلم، اذا تريد توصل صوتك الى حكومه، اذا كان بالفعل يعني هناك حكومه، اذا رئيس الوزراء في وقتها حيدر العبادي يقول لك الصقلاويه بس تسعه اكو مختطف، يعني ما لهم اثر، تخيل من 700 واحد. فمع الاسف يعني اللي موجودين هم ميليشيات، وينكر يقول لك ما موجودين. يا اخي احنا ما عندنا حكومه، احنا حكومتنا ايرانيه، احنا نتامل بس من القناه، بلكي الدوله الشريفه تسمع صوتنا، بلكي امريكا تسمع صوتنا، بلكي اسرائيل تسمع صوتنا، احنا نريد دوله تسمع صوتنا، بلكي تعلم ودايه. نعم. ولا احنا ما عندنا حكومه، ندري ما عندنا حكومه، تصدوا حكومه، من اخذتهم؟ من اخذتهم الحكومه؟ نعم. هي من اخذهم؟ اخذتهم الحكومه، حزب الله منين؟ من العموم الحكومه هم؟ ولا سطر ما يعرفون السطر من شان بيها؟ سطر هي الحاله، حطت الحاله لو الحكومه جابتها. واحنا من خلال قناتكم الناشد سياسيين السنه محمد الحلبوسي وغيره، والله دم ولدنا ما يروح حدر، برقابهم ترى نتبعهم اذا مو هم اولادهم. احنا على السياسيين السنه ترى ما يروح دمهم هدر، ترى نتبعهم، بس هسه عم نعطيهم مجال، نريد نشوف نتيجتهم وين. واخر وقت ترى ماكو، هو محمد الحلبوسي وسليم الجبوري هذول السنه، احنا نتبع السنه هذول اللي قدمناهم قدامنا. نعم، الله يعينكم. واشكرك اخوي رحمه الله. الله يعينكم، الله يعينكم ويفرج عنهم يا رب. الله يعينكم.
أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.